وقت بس ما اني اخذ الجنسيه القطريه راح امسك الباسبور بتاع المصري راح شقه نصين. سبع شهور في الطريق. قعدت سبع شهور بالطريق؟ منين كيف عملت؟ مصر؟ مشيت من مصر لتركيا ومن تركيا لليونان ومن اليونان لألبانيا ومن ألبانيا لكسوفو ومن كسوفو لصربيا ومن صربيا للبوسنة ومن البوسنة لألبانيا ومن ألبانيا لكسوفو ومن كسوفو لإيطاليا. ليبيا طلعت اول رحله في ليبيا كان في شهر 7 اتمسكت في البحر بعد 15 ساعه كان كلهم بيضربونا في قعدت في السجن شهرين طلعت من السجن برده تاني انا عندي حلم اللي انا اوصل قعدت في الرحله دي كلها برده سبع شهور انا سبع شهور نصهم اكلي في اليوم تعرفوا خبزه عارفه شوف وحته مثلثات وشفت العذاب والتلج وكنا بننام في المية والتلج وكل شيء بينك فما كتير فما برشا ماتوا في يعني ماتوا من البرد ماتوا في الشبوات شفت ناس كتيرة منعدي من عليها ميت عذبت شفت الموت كتير انا كان بينزل على الواحد يضرب فيها يجي نص ساعة لدرجة انا لا متوقعش اصلا لا استحمل ده كله كبير في اخواتي انا عندي مسؤولين عندي ثلاثه دمت الثلاثه في رقبتي مش في رقبه حتى انا 16 سنه عمرك وانا يعني نفس النظام برضه انا عندي 15 سنه واخواتي في رقبتي انا عندي ثلاث ولاد غيري وانا برضه في رقبتي احنا مش جايين عشان منظر ايطاليا ولا الكلام ده كله ولا راحه احنا جايين عشان لقمه عيشنا عشان نشتغل ونبعت لاهلنا هكذا رساله لرئيس بلدي يعني انا اللي هو وفر لي كل شيء حلو كنت هاجي هنا عمري ما كنت هاجي هنا عمري ما كنت هفكر في كده وبرضه هقول له وقت ما اني انا احصل مثلا على الجنسيه الايطاليه او اي جنسيه دوله مختلفه عن الدوله المصريه راح اقيم فيها بقيت عمري وعمري ما راح اوقف مثلا مع مصر او اكون معها مصر مش بتوفر لك كذا مش بتوفر لك كذا بس برضو مهما كانت هي بلدي هي بلدي وهفضل برضو معاها مهما كانت عملت فيها بلدي برضو هعمل مع بلدي